جي تقول لي انا ما عندكش حضور، ماد انا شافوني ثاني في الفوقه في كي نكونوا تورنو كيستيون ريبونس ريبونديت، بزاف قالوا لي قصفتها، بزاف قالوا لي استعرف بيك. بون انا والله ما قصفتها، سي جوست اني مبرر باسكو قالت لي ما عندكش حضور. حضور عباك عيب على شونتور اوبيرا ما عندوش حضور، شغل تبررت باللي انا شونتور اوبيرا ما تقوليش ما عندكش حضور، شوفي لي اكسكيوز اخرى باش تقولي لي. هدرتوا معهم على هذه النقطة بالذات ولا ما علقتش معها ولا ما هدرتش معها اصلا في الموضوع؟ لا لا بعد ما قالت لك ما عندكش حضور. ما نكذبش عليك انا كي خلاص كي كملنا التورناج كنت زعفان، زعفت على كل حال باسكو ما بيش كنت نشوف باللي كان شوية صوالح اللي بيزا دونك ما هدرتش معها مرة. مثلا الحاجة اللي شفتها اللي بانت لك بيزا واش هي؟ انها في لي كومونتير في ليميسيون كان يدخل شاك كونديدا تقول له زعما انت عندك بالفو عندك احساس، دوزيام عندك خانه شابين وعندك حضور، تروازيام ما قصتيهاش ما عجبتينيش ما عندكش احساس، وهذيك كي تحت خير تخير هذيك اللي قالت له ما عجبتينيش ما قصتيهاش ما عندكش احساس، هذه البيزار فهمتي؟ شغل شويه تحسيها بيزار مي معليش نورمال، بالك هي شافت صوالح في الكونديدا تروازيام، شافت صوالح كان حبتهم خيرتها وراهي دايره بوز لي تروازيام، نحييها بمناسبه ولا شي حاجه. نقول لها ربي يوفقك. نقول لها خير من اللي كانوا معك في ها؟ هي كنت خير من المترشحين. لا 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 بكل صراحه ماشي زعما نقول بلي انا كنت خير، انا ديجا انا كي كانوا يسقسونا زعما شكونك شايفوا بلي وين، انا كنت مسيليكسيوني سيد احمد. باسكو سيد احمد كان في الستيل تاعو كان متمكن ادى بزاف مليح مليح مليح، انا شويه الراي بكل صراحه ما نمدلوش حقه كراي، شوط نسيي نغنيه بالشرقي شويه احساس ونخلط ندخل ستيل تاعي، بصح هو انسان راي شغل تغني شغل تغمض عينك تقول صغير. نور الهدى ثاني بيان كانت بيان برك كانت خايفه شويه.